بعد ما في احكي عن شيء يه 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 ممكن هم متفقين معاك كمان وانت في وام تي في مشتاق لكم كثير انا وبحبكم كثير بالاغاني ما انا ثاني. اهلا وسهلا فيك النجم جوزيف عطية على قناه الوان تي في والام تي في، اشتقنا لك حبيبي وانا بالاكثر مشتاق لكم. اهلا فيك، لك هابي نيو يير جوزيف، شو امنياتك ل 2023؟ اول شيء بدي اعيد كل اللي عم يحضرونا واللي عم يشوفونا، بقول لهم هابي نيو يير وان شاء الله سنه خير وبركه على الجميع. تمنيات على طول عندي، تمنيات انا على الصعيد الشخصي ضل على طول عم بقدم اعمال حلوه الناس تنبسط وتفرح فيها، وعلى صعيد شخصي اكثر هيك ان شاء الله ضل مجموع مع اهلي واصحابي اللي بحبهم كثير. عنده جمال مثل الخيال، عيونه زرق لون السما بنص الصيفي. لمين عم بتغني جمالة؟ للوطن ولل... خي جمالة لكل بنت حلوة تلبق لها الأغنية وغني لها جمالة. ببلش اسمها بحرف اللام؟ يه 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 ممكن. مشهورة؟ شو بك خي، ما كنا عم نعيد و إن شاء الله خير. تقبل تتجوز فتاة مشهورة أو أهلها مشهورين؟ انه ممكن اتجوز اكيد، بحيالله حالي يعني. هم متفقين معك كمان على الزقفة او جمالة لا 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 جمالة لا 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 كيف عم بتلاقي اصداء جمالة هالاغنية اللي يمكن نالت اكتر شيء اصداء من الالبوم؟ الحمد لله جمالها كتير حلوة والأصداء كتير حلوة، الناس مبسوطين فيها وعم بلمس هالشي بالحفلات أكتر شيء، يعني بشوف الناس عم تردد معي الكلام وهيك بنبسط كتير. أنت من الفنانين يلي غنوا للبنان، قد ايه متفائل بلبنان بال 2023؟ ليك دايما نحن مدعوين للتفاؤل، يعني بحي الله وقت وشو ما صار لازم دايما نكون متفائلين. هلا الأوضاع السياسية شوي مش عم تساعدنا، الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية إلى آخره. أنا من الناس يلي متمسك بالوطن ورح ضل بهالوطن إن شاء الله خير. لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زين سما بيروت. إذا بكنا فنانة تعمل معها حفلة لعراس السنة مين بتكون؟ في كتير، ست نجوى كرم، نانسي عجرم، يارا، يعني في كتير. انتشر خبر انه حتعمل ديو مع فنانة عربية. بعد ما في احكي عن شيء لانه بعده كله قيد الدرس والتحضير، ان شاء الله مزبوط بقدر اقول لك انه في ديو عم ينشغل، اذا صار بيكون صار. ثلاث اشياء بتودعهم من سنة 2022؟ ثلاث اشياء بودعهم ببلغيهم، يعني اول شيء اكيد الانفجار اللي صار، انفجار 4 ايب، هلا صحيح ما صار ب 22 بس بعده موجود بذاكرتنا، يا ريت فينا نلغيه من تاريخ لبنان. بلغي الازمه الاقتصاديه اللي صارت عندنا، البنزين وهالاشياء كلها يا ريت ما صارت، بلغيها. وثالث شغله بلغي كل الاوبئه خاصه بكورونا يعني واصدقائها، يعني يا ريت كمان ما صارت، كمان اخرت وعطلت كثير بحياتنا الاجتماعيه. جوزيف دايما بتكون عم بتحضر اعمال جديده، شو عم بتحضر هلا بالكواليس؟ هلا عنا 4 اغاني عم بيتحضروا، وحده منهم ديو والثلاثه باي سينجلات. عندي وحده بالمصري باللهجه المصريه والثلاثه باللهجه اللبنانيه ان شاء الله. شو عنوانها؟ لا ما فيه وش عنوان. عنوان وحده من الاغاني اسمها كون او كن. ميرسي لكم وان تي في وام تي في، مشتاق لكم كثير انا وبحبكم كثير، وان شاء الله يا رب على طول بتشوفونا عندكم على الشاشه الحلوه اللي انا شخصيا بحبها. ينعاد عليكم